السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد في قناة اليمن الأمير والحمام والعصافير. النهاردة إن شاء الله هنقول كذا حاجة كده كويسة اليمام. طبعا أوقات الأكل الأفضل لليمام إيه؟ طبعا إحنا بنحط له أكل ومية، بس بنشوفهم الأكل مقلش، عملوا الأكل بمنقارهم، وقعوا على الأرض مثلا، عملوا حمام عليه وكده. الحاجات دي إيه هو أفضل الوقت اليمام اللي هو ايه يبتدي ياكل فيه زي كده ويخلص ايه اكل؟ يعني ده وقت الصبحية، اهم حاجة عند اليمام وقت الصبحية، ده الوجبة الفطار بتاعه الاساسية بتاعت اليمام او اي حاجة او اي طائر انت مربيه او اي حاجة انت مربيها، الوجبة الاساسية بتاعته الفطار، زي عند المشي في الدنيا كلها، اهم حاجة وقت الفطار الصبح. تبتدي اللي انت تحط له نسبة اللي هو ياكل منها، لو مثلا جوز كبشة ايد كده وحاجات بسيطة، ولو مثلا مطلع كبشتين كده او ثلاثة، بحيث ان انت ايه نص الاكلة كده او نص الطاجن، الطاجن يكون صغير او زي كده. طبعا احنا عارفين الاكل المفضل ليه اللي هو كلفة، وبينقي حاجات ويسيب حاجات، فانت سيبه هتلاقيه ايه كل حاجة انت هو انت حاططها له. فأفضل أوقات يا جماعة بالنسبة لليمام عندنا دلوقتي فترة الصبحية، وتاني فترة لو انت متاحة ليك اللي انت تأكله ماشي، مش متاحة ليك يبقى انت تزود له ايه فترة الصبحية شوية، بحيث ان انت مثلا لو رحت شغلك وجيت على العصر، وجيت على العصر تقوم جاي حاطط له ايه العصر، بعد العصر كده تبتدي ايه تحط له نفس الكبشتين بتوع الصبح، بحيث ان الاكل ما يبقاش قدامه طول النهار وتلاقيه هو مثلا جعان ومش عايز ياكل ليه، وعمل نق اللي هو عايزه، عمل عليه براز، الحاجات دي كلها ما بتخلوش ايه ياكل اكل تاني. يعني ادي دلوقتي دول حاطط لهم لسه واكلين وتمام، ولسه مأكلين زغلوا لهم، بس لا عشان انا مش فاضي النهارده خارج، فعشان كده ايه بزود لهم الاكل. بيجوا اخر النهار اللي هم ايه ابتدوا ينقروا ياكلوا فيه، وبرضك بتلاقيهم سايبين، فهم جاي شايله مثلا حطوا الحمام، الحمام بياكل طبعا اي حاجه غير اليمام شوية، لو لا اي حاجة ما بيرضاش ايه ياكل فيه، لا وساخة لا اي حاجة ما بيرضاش ياكل فيها، هو كده ايه طبيعته كده يعني. فاحنا الافضل الاوقات اللي انت تاكله فيها فترة الصبحية، اول ما تصحى من النوم كده تقوم جاي حاطط له، والتاني مرة العصرية، ما مش فاضي العصرية تقوم جاي حاطط له ايه زيادة الصبح شوية، وبعد كده ايه هو بيظبط نفسه على كده، بحيث ان انت ما تحضرش اكل، ما تحطش اكل كتير، ما تحطش اكل قليل، تظبط له الاكل بتاعه. تاني حاجة أخ عزيز كده كان بيتواصل معايا، كان بيقول أنا عايز أربي اليمام أساوي مع بعضه، بس أربيه أرضي مش اللي هو إيه أطيره عشان ما عنديش مكان. عايز تعمل إزاي؟ قال عايز أعمل عيون في الأرض كده، بحيث إن أنا إيه أحط أرضي وأقفل عليه. بس بيقول لي ينفع أقصقصه؟ طبعا اليمام يا جماعة ما ينفعش يتقصقص، اليمام الحاجة الوحيدة اللي ما ينفعش يتقصقص. طبعا هتقصقصه إزاي؟ اول حاجه طبعا شد الريش ده اكبر غلط، سواء في الحمام ولا اليمام ولا الطيور عامه، شد الريش ده بيسحب القيمه الغذائيه كلها بتاعه الجسم عشان ما يجي يطلع تاني. انت بتشده بتشد كتفه كله، اول حاجه بتتعب له كتفه، تاني حاجه بتقلل له التغذيه اللي في جسمه، عشان الريش ده لما يجي يطلع بيحتاج لايه، بيحتاج لكالسيوم وبيحتاج لفيتامينات وبيحتاج لاكله كله، كل اللي بيعمله كل قوته بتروح لجناحه اللي انت شديت منه الريش ده عشان ايه تطلع تاني. فانت لو عايز تشغل ارضي ممكن تقص الريش بتاعه مثلا بالمقص، وانا مفضلش دي خالص، بس انا بقولك يعني حل عشان هي ايه يعني انت عايز تعمل كده، فانا بقولك حل، اوعى تشد الجناح، قصقص بالمقص. ناس تقول بستر اول 3-4 ريش، برضك البسترة حلوة وشغالة وتمام، وتنقل بقى حمام وتنقل بقى يمام، تعمل بقى اللي انت عايزه، بس مشكلتها برضك لما تيجي تفك البسترة بتلاقي ريش كله اتلف مع حول البسترة، وتلاقي المنظر اليمامة وحشة، وتلاقي مبسترة وكل شوية تشد في اللزق اللي انت لازق له على جناحها وكده، بتلخمها بحاجة بدون حاجة يعني. فالافضل اللي انت تيجي على نفسك يعني، واذا كنت عايز تعمله جماعي في اوضه ماشي، عايز تعمله كل جوز في قفص ماشي، الافضل فكل واحد وحريته برضك، فاحنا بنقول اراء يعني، هو عايز يسيبه ارضاه ويعمل عيون تحت كده بحيث هو ايه يشتغل، ما فيش اي مشكله، وجرب واحنا معاك في اي حاجه جديده برضك عرفنا نعرفها
جمهورنا وناسنا الجميلة، بحيث ان كل واحد ياخد باله. قلت اقول لكم على الفكرتين دول النهارده عن التغذية، اللي انت تعرف تأكلهم ازاي الصبح وتأكلهم ازاي اخر النهار، بحيث ان انت ما يضعفوش منك، وبحيث ان هما يبقى عندهم تنظيم في الاكل صباحا وبعد العصر. مش فاضي العصر تحط لهم، زود لهم الصبح شوية، وبيجوا على وقت برضك العصر بتبقى ياكل. عايز تأكلهم طاقة بسيطة في اليوم، بحيث ان انت تيجي تاني يوم تحط لهم يخلصوها. دي بقى بتبقى عايزة ايه يعني، ايه توزن الاكل بتاعك يوم اجازة كده، وتوزن الاكل بتاعك بس انت تحطهم شوية، شوف هيخلصوهم بعد قد ايه، جعانين ولا مش لسه جعانين، معيار كده كوباية او اي حاجة. لقيتهم كلوا وشبعوا وسابين شوية كده، تمام هيقضي اليوم وتاني يوم كويس. مش هيقضوا عايزين تاني، فايه تحاول تكبر تاني وتتابعهم تاني. طبعا ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة لوصلك كل جديد. وفي اي حاجة، في محتاجين اي سؤال اي حاجة تقولوا في التعليق، وان شاء الله ايه نتواصل مع بعض ونرد على بعض في الاسئلة. والأم بتأكل عيالها، وزي ما حضراتكم شايفين هو ما شاء الله عليه.